الله وبركاته. عاجل شاهد علي بن شيخ يكشف أشياء خطيرة عن المخدرات في البطولة الجزائرية، وإكساس يفجر خبر مدوي. يا ترى ما هو الخبر المدوي اللي بفجره؟ وماذا يقول علي بن شيخ؟ أتمنى من أخواتي دعمي بوضع لايك والاشتراك، وتعالوا نسمع آخر مستجدات في هذا الموضوع. حدث أيضا على أنه لاعب أصيب بمرض ولا يعلمون وشنو هو المرض تاعه بسبب هذه المهلوسات، لأنه كاين اللي روح له من المناعة، يولي ما عندوش مناعة بسبب التناول المفرط تاع هذا الحبوب المهلوسة. سيالي تكلمنا على هذا الموضوع في كثير من المرات، لكننا يجب نحن أيضا دورنا واجبنا أن لا نتوقف على البوردينوسي هذا الفلي وهذا، باسكو راهي مشات الامور. يعني لو تسمع امور صراحه راني مخي حبس، يعني ما كما يقولوا بالعاميه مخي دار ايرور، ما كنتش نتصور انه توصل لدرجه انه تكون هاد لا كومبليسيتي بين لي بريزيدون من الديريجون تاع الفوتبول اللي على بالهم وساكتين على الامر. هي شوف راك تكلمت انت سارتان بريزيدون، سارتان بريزيدون صح تنجم تقول كما قلت انت يا راهم كومبليس. علاش كومبليت؟ باسكو يصاف ريالمون كو كل بريزدو يعرف لي جوار تاعو. كاين كالكو كلوب جو سي با شحال من كلوب، مي فيهم هادو الناس اللي تدروغي، و لي بريزيدون لو سين دي كونترا فارامينو. اذا انا نسيني لك و انا عارفك بلي تضرب الكاشير تضرب الكوكايل، نسيني لك دي سون قد سخط، سي تري غراف. هنا هو صرا موفي اكزومبل بور لا جونيس. هنايا اي واحد يدير كما قال محمد برا ويبيع، محطوطين باينين يبيعوا الكاشيات يصدموا عليهم يديهم. انا قال لازم الدوله تتدخل في الكلاب. كيفاش انت بريزيدون على بالك بلي تال جوار راهو يدروكي كاع ما على بالوش ولا في الطاف ستاد ولا وين، وتسيني لو كونطرا ويزيد يدير عليك دراع ما تبيعوا تبيع الامر ماشي تسمى تبيعوا ممنوع. شوف انا شوف سيرتان بريزيدون لازم والد صادي كبريمير ريسبونسابل دو فوتبول الجزائري يدوا برون سي ريسبونسابيليتي. لونتي دوباج يكون ماشي غير نهار الملعب، هذا الملعب في لونتريمون يصدموا وكذا، ولازم الجوار اللي يصدموا عليه روحنا حتى نحوسك كويسات سيرفاتمون وتجي معانا انت وما يجي حتى واحد يقرب، خاطرش قال لي كومبليس الدنيا كاع مخروبه هنا. ديما القرعه لازم يدخل يحكموه يجعدوه خويا يجعدوه واموند كبيره للكلوب. ما تقوليش انا جوار معاه، على بالك بالجوار تا بريزيدون تا بريزير تا بريزيدون كيفاه متفيري في على بالو نحن الشارع على بالو نتاع نتاع على بال كل صار وانا على بالي وهذا كيف ما على بال على بالهم. هذه البريمير ريسبونسابيليتي تاع لا فيديراسيون لازم يديرها. دوزيام لا فيرتي لي كلوب قال نحكموا ماشي درك، انا لو كان صادي يسمع كي عاود يطلع يا فيرتي لي كلوب باريكري خويا اللي تسينيو له الجوار وهو نحكموه بلا دروب، نون سولمون الجوار يروح خلاص تيرميني، وانت كبريزيدون نجمو المام نتبعوك، ما تنجمش تسيني لهذا ولا لو كلوب بليتو، لو كلوب دوا بيي اون اموند كبيرة، تقدر لازم نصفيو الفوتبول، تقدر كل كلوب او يصرفوا اموال ضخمة، كاين دي جوار ما نعملش بالكلوب، لا الكلوب إلا حب يصفي، يخلص جوار 800 مليون ما يقدرش يجيب هذيك تاع لونتي دوباج اللي تسقام له 200 مليون. يا ولدي برك انا انت تنوم رضوان راك تحلم انت يا نروح نشري ماشينة وانا هذيك باش ندير له لونتي دوباج وانا نغونفلي له صالير ندي معاه، رايح نقول لك الماشينة هبلت ولا هو يقول لك الماشينة اللي راحت فيها. لا زعما في دراسة تبعت ناس اللي يكونوا يامن بهم للرئيس الاتحادية لور في كونفيونس، كيما كان واحد الوقت دامارجي يعني بعد يدير ناس اللي يثق فيهم ويصدموا تما الكلوب يخلصها كبيرة، خاطرش على يكون يعلمهم لا سيزون بروشان يعلمهم الافونس خلاص يعني وحتى اللعاب اللي يكون يسدروك ولا اللي يجيب لهم ولا اللي يشري لهم وداير تور دو كلوب. باسكو ولات حبوا يحكموا المسؤولين لي سيرفيس كيما يقول حبوا يحكموا دو يصدموا في الكلوب يحكموا العجائب واش راه صاير يصدموا يحكموا يعني حتى الناس حتى انت عندك معلومات ماشي غير انا عم بالي غير على بالي الناس على بالها انت احنا وياك الاخرين
انا زق على بالهم كاع الناس شكون اللي باع شكون اللي راح يشري وشكون على بالو اللي دايرين كاع بالكلوب كاع تو الموند لو سي يقول لك شي واحد ما على بالوش يكذب تو الموند لو سي صافي دي البريزيدون ولا على بالو لونتوراج تاع الكلوب على باله على بالو اللي يقول لك رئيس في فريق عنده تال وتال جوار ولا ما على بالوش بلي جوار تاعو يضرب كذاب يسمحوا لي نقولها لهم يسمحوا لي لي بريزيدون يسمحوا لي لان قعدتوا الموند لو سي كيفاه يفيقوا لهم يوميا على حساب التدريبات ولا يجيو بالخبر ولا كيفاه يعرف رضوان خلينا من هذه الهضره تاع ما تقول ترك ماكش تسال فيها راك تقول شغل انتيروغاتوار انت ايه نعرف كيفاش نعرف يقدر يقول لك ما على باليش انا قلنا من ماذا مانيش عارف انا قلنا والله ما على بالي كنا نقصروا فوق سمعنا هدايا يسمحوا لنا سيرتان بريزيدون الله يسمحوا لنا اللي قلت على بالهم انا قلنا كيما هما ما على بالهمش انا قلنا ما على باليش يا البريغراف كاين اللي يوجد معاه قرعه تاع اللي يعطيها مكان التحاليل اللي قدمها هو شخصيا هل الاقصص هل تعلم بمثل هذه القضيه تعلم اعلم انك تعلم هي اسمح لي نقول كلمه قبل ما تعطيني باش ما نقطعوش باسكو بدات طلعت لي شويه سخانه نتايا طلعت لي شويه سخانه شوف شوف رضوان امام الله الناس بزاف تتحاسب امام الله وامام التاريخ انت دي فوتبالور نهضر في الفوتبول يسينيو لهم دي كونترا فارامينهم 300 مليون وطلع وطلع دوكا وطلع وطلع وعلى بالهم بلي هاد سيرتا جوار يصدروك وعلى بالهم في لي كلوب كيما قال امين كاين ثلاثه اربعه في لي كلوب وكيعرفوا اللي يشريو لهم ويضربوا دي سون باري فارامينز وكاين مسكين تسيبو ان جون ما يخدم والو يحكم شوكه يعمر راسو والو ني كونتر هذا كي تنحكم على شويه هكذا لا يا اخي لا لا خويا هاولي تنحكم لان راهو يخلص بزاف وراهو يتذكر وراهو يحمد وراهو يفسد في الشباب اللي راهم يشوفوا انت دي جون كي يبداو يشوفوا يسمعوا هاد الهضرات هادوما يسمع يقول لك فلان اي توشي كذا فلان كذا بصح يعمر راسو بصح هو وين دير كيما يحب يقول لك انا كان اخويا ندير لا ميم شوز راني بلاني وراني نضرب دراهم كبار والبريزيدون ما يهضر معايا حتى واحد صح صح سي غراف هنايا سي 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 دي ريسبونسابيلتي الناس نورمالمون تكون مسؤوله امام الفريق امام الضمير امام لي سيبورتور وامام الله ما تقبلش هاد الشيء وانت اللي جا مساكن يروح يحكم لا حكم هادو ما قبل ومن بعد تطاكي هادو ما امين اكسس انت كلاعب بارابور لهم ما عندكش كثير ملي توقفت صراحه تكون معايا صريح لانك الان توقفت عن ممارسه كره القدم لما كنت تلعب كره القدم هل كانوا عندكم لاعبين يتعاطون مثل هذه الممنوعات محب يعيطون لي لا يعيطون لي اروح شو بدنا الاسماء تقدر تقول هذه حاجه جازف ارضوان اسكو سمعت مثلا بان كاين بعض اللاعبين وكنقول لك لا باين بلي نكذب باين بلي نكذب باين يعني هذا الفليو كان من بكري وهذا بيان سور انا كي كنت لاعب في وقتي صارت فضيحه كبيره في الجزائر ما نعاودوش نقولوا مشاريار واش مسخبي تقول لي انت ولا كاين صح باينه باللي كاين صح انايا اليوم انا ما نلومش اللاعبين اسي اللاعبين هما اللي يجريو لا كارير تاعها داك اش سمعت واحد في الاوروبي بلا كاشيات صح لي انا جامي شتها جوار ولا جوار جوار لا جوار لاعب في اوروبا ما سمعتش اسمح لي نقصر مع لاعبين عرفت لاعبين جامي واحد قال لي يبلع الكاشي جامي هذه غير في الجزائر بل كاين كاشيات واحد اخرين هما كاين كوكايين كاين مخدرات الصرا نو ماشي نحكيك على المهلوسات كاين عفايس بالك تعرقات بالك كدا حاجات واحد اخرين مي واحد يبلع ما على باليش انا كي عندهم اسماء تاعهم كاشي هذولا كارثه ان جوار نتايا يخلص كيما قال لك عليه من 300 وطلع 400 و500 و600 تروح تبلع مو هالويسات اولا عيب اولا ثانيا ليماج تاعك كيفاش انت تسوق ليماج ديالك كيفاش الناس تولي تشوف فيك كيفاش انت اللي تبعته ويشري لك ولي حتشري عليه على باله باللي انت جوار كيفاش احتمد ليماج هذه صورة سيئة جدا علاش قلت لك انا اليوم اللعاب شكون علاش لقى لا ليبرتي اليوم خويا في دراسة عندهم قانون ممنوع هذا ممنوع صح
اكزومبل يقبضوا غدو ان شاء الله على الاربيت يبيع ماتش ولا يا رشوه ولا يعاقب يديروا على الحبس ينسف ولا ان ديريجو يقبضوا في لاكرون ديري ويصوروا كدا زعما لازم يكونوا باين كاين ادله كيف مالا اليوم نتايا لازم دير نوتي دوباج خويا انا بالنسبه ليا رانا عطاك رانا متاخرين بزاف شو رانا ماشي في عالم ثالث رانا في عالم السادس رانا بزاف روطا في الفوتبال باسكو هادي في اوروب ما تصراش نوتي دوباج سي حاجه اوبليغاتوار شاك سيمان يخرجوا دو جوار تروا جوار دو جوار ملي كيما دو جوار شاك سيمان ما كاش هادي ما تلعب لهمش تقدر اسمع تقدر تشرب فيتامين تاع يخرج لك دوباج فهمتني هما هذه صح هما بوكو بلوس لهذا الشيء ما تخممش مديرهم وهالويزات على جاكاش علاش قلت لك اليوم جوار باسكو انا نسمعوا رضوان شوفوا كان زعما نبداو تقول لي نو وانا نبدا نزيتي قلت لك بعد شوف الراي العام والراي الخاص كاع على بالهم شو صاري عجبتني الراي الخاص بيان سور بيان سور على بالهم شو صاري رضوان يعني العام والخاص يعلم العام والخاص على باله شو صاري ونعطي لك كاين دي جوار على بالهم الناس اللي يبيعوا على بالهم شكون اللي يشري عليهم دي جوار راس معنا ودي جوار عايش كاتي بوبيلار انا عايش كاتي بوبيلار انت كاتب هذا كيف انا بنا كاع وشو يصرا سيدي جوار كوني بيان سور كوني بيان سور عندهم اسم ناس مسمع مي ام يدوا ب 400 ب 500 وكاين مسؤولين تاعهم على بالهم باللي هاد لي جوار يدروغيو هنا راهو هنا المشكل صح واحد ما يهضر دايرين عليهم درع في لي كلاب كيفاش نخلصك ديجا شوف راك تلعب في فارق ساسوا اي فارق ما نجبدوش الفارق اي فارق كبير ولا صغير راك تمثل ولايه وراك تمثل فارق وراك تمثل اسمك هكذا يا صح تلبس تريك وانت هيا ما على بالكش داخل تلعب ولا تجي تونطريني ما على بالكش وين راك كارثه علاش قلت لك اليوم الفيدراليه لازم نداء الوالد صادي لازم ديروا لونتي ديباش في الجزائر لازم لونتي دوباج اوبليغاتوار وراك زعما لا السنه العام الجاي نو باسكو هذه حاجه سهله كانوا يديروها من قبل انا كي كنت نلعب كانوا دايرينها ولكن الامر الان بعد الحرب الاوكرانيه كان فيه ربما كانوا يروحوا يديهم لا سويس باسكو يدوا هذوك لي تيوب يعاودوا يجيبوهم كاين واحد الاشكال هذا ولكن سيحل حسب اخر ان شاء الله لازم يحل السلام عليكم أزول فلون أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في جديد أخبار شبيبة القبائل نهار اليوم طبعا في حصة الفار يعني